تمام كده، يعني عايزين نبدا بقى على طول، غير بس ناس تقفل الصوت، ولو في حد عنده مشكله في اي سؤال او اي حاجه تفتح صوته عشان بس الدوشه يعني. بص يا جماعه، الاول يعني هي ماده الجيولوجيا دي انت ما تعملش معاها ان هي ماده نظريه وان انت بتقضي واجب في الموضوع وعاوز تخلص الماده وتمشي، لا، هي احنا ماده الجيولوجيا دي احنا بدايه او تمهيد للي جاي بعد كده. انا اسمي علاء الدين مجدي، انا بدرس في اساس سويل واساسات. الجيولوجيا دي تبعنا برضو، بس بتكون ماده في البدايه كده بندخلك بس للموضوع. انت ما فيش مهندس مدني هيخرج مش هيعرف يصمم كمره، مش عارف يصمم بلاطه، مش عارف يصمم قاعده خرسانه مسلحه، لازم تكون عارف كل الكلام ده. فبرضو زي ما انت في الخرسانه كنت بتروح تاخد ماتيريال الاول علشان تعرف الخرسانه وسلوك الخرسانه وتتكون ازاي وهنعملها ازاي وكده، برضو نفس الكلام احنا بندخلك واحده واحده علشان نوصل في الاخر ان انت تكون ملم بالموضوع كله. فتعامل مع الموضوع ان انت عايز تفهمه، لان ده مش مجرد مسائل بتحلها وخلاص. الموضوع الاولاني ده هو احنا هنتكلم النهارده على شويه علاقات مهمه قوي. العلاقات ده هي احنا بنتعامل معاها ازاي، او احنا ليه بناخد العلاقات دي، علشان بعد كده لما تيجي تدرس السويل ويجي لك مثلا عينه رمل او عينه طين او عينه طامي، اي عينه من الطبيعه، تقدر تقول على التربه دهيت، ده التربه دي متماسكه، لا ده التربه دي ضعيفه، التربه دهيت قويه تقدر تستحمل المبنى اللي هيجي عليه، لا دي ما تقدرش، دي فيها مشاكل. فاحنا بندرس العلاقات دي دلوقتي عشان نأهلك بعد كده ان انت تقدر تحكم على التربه بتاعتك عامله ازاي. يبقى انا النهارده هتعرف العلاقات كلها، عايزك تفهم احنا بنطبقها ازاي او بنعملها ازاي وكل علاقه فيهم الغرض منها ايه، وبعد كده اما تيجي تدرس السويل هتقول اه ده انا كنت بجيب دي علشان احكم على التربه بتاعتي. الرمل بتاعي ده هو رمل كثيف، يعني رمل قوي يستحمل ولا رمل سايب. فانا عايز امهلك او امهد لك الموضوع، باهلك ليه. طيب عشان ما نطولش عليك في الكلام، تعال نخش بقى على طول في الموضوع دلوقتي يا باشمهندس. لو انا جبت عينه من التربه، اي عينه من الطبيعه، خدت شويه كده ورحت وديتهم المعمل عشان ادرسه، هتلاقي حاجه زي ما انت قدامك كده عامل لك مجسم ليها صغير عشان تبدا تتخيل معايا الموضوع. هتلاقيها بتتكون من ايه؟ بتتكون من حبيبات صلبه بنقول عليها سوليدز، دي الحبيبه نفسها. يعني انت لو جبت شويه رمل كده، شويه رمل فيهم ميه كده مثلا جبتهم من الارض، هتلاقي الحبات الرمل نفسها دهيت لو جيت انت فركتها بايدك، دي الحبايه نفسها بنقول عليها الحبيبه الصلبه نفسها، فدي بنقول عليها السوليد. ممكن تبقى رمل تكون زلط، تكون طامي، تكون طين، الحبيبه نفسها. طيب ما بين الحبيبات وبعضها اللي انا راسمها بالاسود دي تلاقي فيه فراغات. الفراغات ده اهي فيها اللي مرسوم باللون الازرق دي الميه، وفيها كمان هواء. يعني انا لو جبت اي عينه من الطبيعه هتتكون من ثلاث حاجات، شويه حبيبات صلبه، وما بين الحبيبات الصلبه وبعضها في شويه فراغات. الفراغات دول فيهم ميه وفيهم هواء. طب انت ايه اللي ياكد لك ان فيها هواء؟ لو انت جبت شويه التربه دول وضغطت عليهم بايدك هتلاقيهم بيتضغطوا معاك. طب هما بيتضغطوا ليه؟ علشان الهواء بيخرج، فده ياكد لك ان التربه كده كده هي فيها هواء. يبقى انا مهم دلوقتي بالنسبه لي تكون عارف ان التربه بتتكون من ثلاث حاجات، شويه حبيبات صلبه بنقول عليهم السوليدز، وفراغات، الفراغات ده هي فيها ميه وفيها هواء. طيب انا مهندس ما اقدرش اتعامل مع الشكل العشوائي ده شكل عشوائي ما اقدرش اتعامل معاه. فبنروح نحول الكلام ده هوت لشكل هندسي اقدر اتعامل معاه. فبعمل حاجه اسمها الثري فيز دايجرام، النموذج الثلاثي للتربه. هعمله ازاي؟ مش ده فيه سوليدز وفيه ووتر وفيه اير، فيه الثلاث حاجات دول. طب ما تيجي بقى نعمل شكل هندسي بقى، احنا مهندسين عايزين نعرف نتعامل مع الشكل ده. الغي ده بقى خالص وتعالى نشوف الثري فيس دايجرام. اول حاجه حبيبات صلبه، يبقى انا عندي السوليد وعندي ووتر وعندي اير، ثلاث حاجات سوليد ووتر اير. طيب يبقى انا دلوقتي اقدر اتكلم بطريقه هندسيه عن الكميه من التربه اللي انا واخدها عشان ادرسها. طيب هندرس الكلام ده ازاي؟ قال لك تعالى ندرس الكلام ده في اتجاهين،
اول اتجاه ان احنا نتكلم عن العينه بتاعتنا ده ايه كحجوم، يعني اقول لك الحجم العينه بتاعتي ده قد ايه. انا دلوقتي مش هوزنها، انا هتكلم عليها كحجوم، وما دام هتكلم كفوليومز كحجوم يبقى انا عندي دلوقتي فوليوم ريليشن شيبس، علاقات حجميه، عندي علاقات حجميه. يبقى انا دلوقتي اتكلمنا كل اللي اتكلمنا فيه دلوقتي ان انا جبت شويه عينه من التربه لقيتها عباره عن شويه حبيبات صلبه وشويه ميه وشويه هواء، فروحنا حولناها لشكل هندسي، الشكل الهندسي ده هو تقدر اتعامل معاه. طيب اول حاجه قلنا ان الكلام ده هو هنقسمه لعلاقات حجميه. طب ركز معايا بقى كده، السوليدز الحبيبات الصلبه ده اهي يبقى ليها حجم اسمه الفي اس، الفي سوليدز حجم الحبيبات الصلبه. طيب الووتر يبقى ليه الفي ووتر حجم الميه، وخد بالك ان ده حجم الميه داخل الفراغات، انا قلت لك ان هو حبيبات صلبه والحبيبات الصلبه ما بينهم فراغات، والفراغات ده هي فيها شويه ميه وشويه هواء. طب الحاجه الثالثه الفي اير حجم الهواء في الفراغات، يبقى في اس حجم الحبيبات الصلبه، في ووتر حجم الميه، في اير حجم الهواء. تمام. طب انا مش لسه قايل لك ان الحبيبات الصلبه ده هي ما بينها فراغات، والفراغات دي لمي لا اما ميه لا اما هواء، يعني الووتر والاير عباره عن فراغات، فبقول عليهم الفي في، الفي فويدز حجم الفراغات. يبقى الفي فويدز بالنسبه لي عباره عن الفي ووتر زائد الفي اير، الاثنين مع بعض يديني في فويدز. طب كل ده على بعضه يدي لك الفي توتال، الحجم الكلي للعينه بتاعتي. فلو عايز افك الحجم الكلي ده هو تقسمه، اقول عليه ان هو بيساوي الفي اس زائد الفي في، وبيساوي برضو الفي اس زائد الفي ووتر زائد الفي اير، الثلاث حاجات مع بعض.